والله لا حشومة حشومة والله سعيد حشومة مرة بالأمس كنا جاب الدولة المقاينة حشومة صاحبي والله صح حشومة. شكون المقاينة عطاها لك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكون عطاك المقاينة؟ المقاينة هذيك على يد السلطان باش مبادرة دخلناها، ها؟ مبادرة ديال على يد السلطان، ملي كان سيدنا كيقول الهجالة دخل الضوء والماء بلا فلوس. ودابا شنو داروا لك في هذا الصباح؟ هذا الصباح قال لك أسيدي أري وراجعوا داو المقاينة. قولي يا عايدة وداو المقاينة، هي داوها ملي عربت عليها ما سخيتش من المقاينة ديالي، قال لك غادي يجيو يحيدوا السلوكه كاملين ديال الضو. والحمد لله كاين الجيران عطاوك الضو، الحمد لله الحمد لله. شحال كتضوي انت بالسلامه؟ شحال كتضوي؟ راه بونه وحده بونه، لا تلفازه لا ثلاجه لا مسجله لا حتى شي حاجه. بات السيده مشي حشومه عليكم يا عباد الله، هاد المسؤولين ديال الضو كتبكيو. هاد السيده مشي حشومه عليكم دابا، ايوا مشي حشومه عليكم اصاحبي، ما كتحشموش الله ما كتحشموها اصاحبي، والله الا عطيتو الريحه صاحبي نعملو اخاي حشومه اصاحبي، حشومه عليكم اصاحبي حشومه عليكم. وانا دخلت على يد السلطان ما كانش عندي الفلوس، كان عندي باش نكمل واحد الطريه فين نغطي على الزنك، حتى عبد الله كان توفى والله القسم وانا بالكامل كان توفى، توفى عبد الله عام 2008 في ديك الشهور هذاك تما كان السلطان كان كيفرح ربيع، قالوا لي سيري سيري. الوقت اللي مشيت قلت انا ما عنديش شي باش نشري الجعان، خلص الميزانيه ديال هاد نعم ديال المقاله نعم، واللي قالوا لي عطيتو لهم ما عرف شحال نعم. ايوا جيت فحالي فرحانه انا شطانه، من تما كلهيه كانت شحال كتجي مره كتجي ديك خلص شي ايامات من تماك ما بقاتش كتجي. والله الا كان عندي زوج ستاسيون ديال الضو هادي باش نديرو البوله هنايا ونديرو البوله هنايا. شوف يلا شوف جاو حيدو المكان شوف، ايوا ما ربيع جهاد قال لك هو جاي زعما ما بغيش نمنعو، فهمتي؟ قال لك عندو قلنا الامتناع من الامتناع، قلنا له خاي دي ما قالت انت حاضره بيدها. ها كنت مشكل اخي كل ما وقع فيها الخير. راه حشومه عليكم هاد الناس والله الا حشومه عليكم، هاد السيده هي كتبكي حشومه عليكم الله يسع حشومه عليكم. وقع فيه الخير الله يسع حشومه عليكم اصاحبي. هذيك راه معلقه على يد السلطان باللي كان هو عمل كتقول لكم راه الملك عطاه الملك فرح بها بالمراه الهجاله بالماء والضو ما عاد تخلصوش، حتى الميزانيه ما عاد تخلصوش. واحد الساعه لقيتها كتقول خلصوا الميزانيه ديال الترسيم الاول. نعم ام ربيعه نعم هكاك عطيتها لهم وما كاين حتى مشكل، كنت غادي نكمل بها هاد الطريق. دابا كتبان لي ام ربيعه الفرحه ما كتملتش دابا. لا كتملت الحمد لله. لا والو دابا حاجه حيد لنا المكانه ام ربيعه. اجي نقول لك ولكن نشوف الدموع في عينك بغات تدوخيني. اختي المكانه انا كنعرف قال لك الزيزون كتفهم امو. كاين المكانه ديال الله سبحانه وتعالى. ضوء الله سبحان الله. كاين القمر. قولي لي ما يديو لي القمر يا قمر. سمعي ضوي عليا بإذن الله الأعلى. سمعي قولي لي ما يديو لي هالعمر ديالنا. ما يديو لي شحال الروح ديالنا. الروح ديالنا كيديها الله. سبحانه سبحانه. من غير الله ولا كتب الروح ديالي قتلني شي واحد بإذن الله. سبحانه وتعالى. راه كل عمر له سبب. الله الله. ولا زلقت وطحت على وجهي. الموت واحد والأسباب أسباب متعددة. الموت واحد، الموت وحدة. وحده اسباب متعدده ولكن يعني نموتوا نموتوا باش مالك غادي يجي واحد الوقت بالنواوي ولا بالسماوي ولا بالكيماوي. اجي نقول لك غادي يجي واحد الوقت باذن الله الاعلى غادي نوضوا الله يا ودي يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتما هاد الشفاره شوف فين يديروا وجههم، تما ما عند باباهم فين يديروا وجههم تما، ولكن اللي ثابتوا بالله عليه اييه. وتما هي المصيبه الكبيره ام ربيعه، الحصله الحصله والندامه. يوم يعض الظالم على يده لكن لا عدو ما تنفعوش الندامة. صورة في القرآن الله سماها صورة التغابن. شو زعما التغابن؟ يا ذاك النهار كيجي واحد النهار كيتغبن. الغبن الغبن ما ينفعوش الغبن. لا ينفع. الشمسة الحصلة الوحدة. هنايا واخا تعمل اللي عملتي كيما واحد. المرأة صاحبي حيدتو لها المكانة صاحبي، المرأة لا أحمد لا محمد طمعوا فيها صاحبي. حشومة صاحبي حشومة صاحبي. ولكن حنا كنعتصموا بالله. إذا سألت فاسأل الله، حنا كنطلبوا الله ما كنطلبوا حتى شي عربي، كنطلبوا الله. راه ماشي يعني هذا انتقاص في حق المحسنين، لا خص الإنسان يفهمني اش كنقصد، ما كنقصدوا حتى شي عربي. كلامي راه واضح وباين، لا كنتي كتفهم كلامي راه تفهمني. شحال واحد يقول كذا وكذا ما كذا، وفهمني يا أخي الكريم. حيت عندنا الفوضى، كاينة الفوضى، أنت كتشوف مرة السيدة صاحبي جا وحيدوا لها المكانة صاحبي. إوا دابا حنا عايشين في الغابة صاحبي، عايشين في الغابة.
القوي كيكون ضعيف والسيده مسكينه لا احمد لا محمد اصاحبي، هذه خصنا نتعاونوا معاها ونواسيوها وما يعني ما نخليوهاش تحس بالنقص وما نخليوهاش تحس بالوحدانيه، لا حول ولا قوه الا بالله لله المشتكى. ولكن كيقولوا للناس واحد المثل، قال لك نبين وجهي، قال لك ما كيحس بالطبل ها مولاه، اللي عاش في هذه الحالات ولا يحس بالضربه اللي دوز هذا الفقر وهذه الحاله هاي حاس بالكلام ديالنا. ولكن هذوك الناس الكبار ما شفتش كنسبوا الناس الكبار، كون كبير ولا الله يسهل عليك، ولكن كشي يكون في مرضات الله. الله يا ربي الحبيب، حشومه والله لا حشومه، عيب 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 هادشي اي والله مالك الحمد، عيب حتى المهوده كما نقولوا طنجاوه. والله مالك الحمد، دابا بقات حتى الكلمه ديال السلطان ما كدوش شي، ها دابا بقات حتى الكلمه ديال السلطان سيدي محمد السادس ما بقاتش شي كدوز. نعم والله كيخصو يبدل هاد الدوله كاع مرة صيفه نهائيا. اي والله كيغلبوا كيغلبوا المربع، ما يتغلبش غادي كيغلب هو والله. ولكن جينا نطلقنا عليهم ام ربيع، نطلقنا عليهم في طلقها الشعب. هكا كيناتي واحد تما كاين اللي تقال اسمه السلطان والله العظيم ونبي الكريم. فين قالوها لك؟ تما في دار الضو. قالوا لك؟ قالوا لا شمن السلطان. الله اكبر. ما تتخلصيها زعما شمن الملك هذا قالوا. شمن السلطان. كاين كاين الكلام هذا كاين. كنسمعوه زعما كنسمعوه. جينا هنايا لهاد دار الضو سمعنا. هادشي فين سمعتي هذا الكلام هذا؟ فين سمعتيه؟ هذا الكلام اللي قلتي دابا، هذا اللي قلت دابا هذا راه قال البارح ملي مشيت نتخلص. شمن فيه؟ واش في المدرسه ولا في الجامع فيه؟ في الناحيه ديال دار الضو. ايوا في الوكاله، في الوكاله، في الوكاله ديال دار الضو. داك الله يرحم والدينا باش يعرفوا شنو كاين. طلعه هكا كيناتي الراجل قال لي قلت لها ما كاينه ما كاين. قلتي له على الملك دخل لي الضو. قال لي شمن الملك هذا؟ والله يا مزيانه سيري حطي الواجبات ديالك بحال بحال الناس. ضليل الواجب ديالي غادي تحط باذن الله سبحانه وتعالى. رانا ما عندي الواجبات حتى حاجه، يحيى سيدنا. نعم وطلعت. نعم هاد الظالمين، هاد الظالمين من ربيعه الظالمين. شكون دافك؟ شكون دافك؟ شكون عارف فين كتسكني ولا فين عايش؟ كما قلتي انت تا بدينا كنترقعوا عاد بعد لهم المكان، عاد بعد لهم دابا واخا تضل معايا شحال شي هنا. عايش على ام ربيع الله، اذا كان نجيبوه لك من عند الجيران باش المحسنين كلهم كيقولوا كنعطيوك بوله ديال الضو. شحال ديال الضو كتصبر هنايا؟ شحال من بوله كتضوي؟ واش انت عندك الصبانه؟ عندك هذاك اللي كيديروا بها الموكيطات؟ لا والو. عندك الفران ديال الضو؟ عندك ماكدونالدز واش يقولوا لا ولا ما عرف؟ الله يهديك ام ربيع. صغير شي تلفزه صغيره ونشوف غير. خصك التلفزه؟ القناه ديال السلطان. خصك التلفزه؟ ديال القران العظيم. خصك التلفزه؟ والله تنجيبها لك ام ربيع. مكرهتش. والله تتجيب باذن الله، هتجي التلفازه، زيد شنو اخر؟ دابا ها قولي نغدو يماهم هاد اللي جاو داو لك الضو، زيدي قولي ام ربيعه، ها تمني تمني قولي قولي. نتمنى. قولي وحرزك. حج الرسول الله. الله اكبر ذكيه انت بطاوره. الله عليه وسلم، هم الدنيا هنا تبقى. والله الا كاين شي محسنين اللي يقول كيديوك الحج. وغادي نديوها في الامور ديالنا. اما تبقى المكانه تبقى الذهب. يبقى الملبس ديال الدهب مش يبقى هنا نديو الا الكناش ديالنا بحال هكا عامر والكفيين والكفيين بيبض الكفن بيض. نعم حتى الكفن الا كان الانسان ما كيقومش بالواجبات ديال الله الكفن كيبقى يغوت. نعم يا مولاي الكريم ينزعني هذا هذا الكافر بالله. الله الله اللي ما يذكرش الله على الصلاه. احيا الحبيب ديالي انا كنطلب الصلاه. ولكن دابا انا كنتمنى خصك ما تكونش مقلقه دابا الحمد لله الامور الحمد لله. شنو انت كتقول؟ الله مالك الحمد. ها الدويره الحمد لله تاهلات. ها غير هذيك المكانه ما سخيتش بها. حيون راه حسيت بها قسما بالله بحال اللي تنتن يما وبا وزوجي. ام ربيع انا قلتها لك. ولا قلتها قبل ما تقولي انا عرفتها. وتنتن دين الاسلام ديالي في قلبي. الله اكبر. الله حسن العونه. حنا غير تكلمنا لا يحسب هذا الشيء قال لك يحسب الطبل لا مولاه. عارفك بانك تخلقتي على مكينه. علاش انا قلت له لا زدتي حطيتي يدك تما درك عارف راسك عمرك ما كنتي فيها. يا ربي السلامة. هو قال لك قال لك هو قال لك عندك دعي فيا. قال لك انا راه خدام. قال لك عندك دعي فيا راه حاس شنو صحاب لك؟ تصيفطيها لهم مصغبة. والله قلت له هو انت غير خدام حقا ولكن من هذيك المكانة ديالي ماشي ديال الدولة. لا حول ولا قوة. الدولة ما كانتش كتخلصها لي. الله اكبر. ملي خلصتها وجبتها وشريتها ودفعت لهم الثمن ديالها صلت على النبي. خلي ام ربيعه يدي وخليهم يدي وخليهم يدي وخليهم يدي. ايوا يدي وخلاهم. والله مالك الحمد. الحمد لله الحمد لله. اولي
شي نهار استغفر الله شي نهار يديو لي عاوتاني هادشي هذا يطيروه وخلوني جالسه اش يديو لك كيف حل مول الرمله اش يديو لك انا حمدك اسيدي ربي شنو يديو لكم ربيها اش يديو لك يطيحوا لي هادشي هذا وقولوا ايوا صاف اجي وطيح هادشي ايوا صاف ايوا كيما داو الضوي ويدي لا 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 والو هادشي ربي كرمك به ربي كرمك ام ربيع سيدي كرمنا كاملين مولاي الكريم والله الله صافي صافي ساليسي صافي يلا السلام عليكم وشي تحيه للمحسنين الكرام يلا الله يحسن طريقهم بالخير امين الله يعطيهم التوبه ديال الله تكون توبه خالصه باذن الله امين وكل ما طلبوه لله يكون واجب امين يديه هنايا شويه ولهي كثير امين اما كل شيء هنا هذاك الاخ اللي اتصل بك دابا باش تكلم معكم فرنسا هذاك مسكين هذاك هو بكيت عليه دموع عرام عليه كنقول له يا خي المهاجر انتم المهاجرين ما كتحضروا لا على والدين وعلى اولاد ولا على وعلى حدا ام ربيعة طيبة الخبز طيبة الخبز وعندنا الظالمين هنايا كما قلت عندنا الظالمين الخبز هو اللي مطيش الشباب ما يحضرش تاع على يماه تاع على باه تاع على ابني عمو كيجي مسكين كيف حال الشهر كيجي كل شهر هو سير عامين ثلاث سنين نعم عادي لا جاو جاب ديك البركه للوالدين ديالو حتى كجبر اما كيقولوا له باباك توفى لا حول ما كيدير يسوقوا له شي خبر ديك الساعات نعم ام ربيعه حتى كيلحقوا يجي ايوا احنا مالنا ما نعملوا شي اخلاص مع بعضنا ارضنا وبلادنا هي مخيره احسن والله يا ودي احسن من البلدان كلام صحيح كلام صحيح ام ربيعه كيما كيجيو الاوروبيين يتساروا في المغرب كيقول لك المغرب احنا بغينا نجلسوا هنا علاش كيعملوا البطيمات هنا وكيعملوا التساكن ديالهم صغار البلات راه الجو مربيع عندنا جو صحي حنا عندنا جو عندنا جو صحي ولكن ولكن الدعوه الله ومن طعم حقنا نطلبوه من الله ومن طعم من مطيشه البصله التومه البطاطا خزو اللفت والحوت نسيتيها خلي الحوت والحوت الحوت البحري والحوت عندنا الحوت عندنا جوج بحوره جوج بحوره عندنا مربيع الحمد لله اللهم لك الحمد نعم جوج بحوره عندنا الخيرات والبركات اللهم لك الحمد كل شيء مزيان يلا السلام عليكم بلا ما نطولوا لا ما نطولوا مربيع يلا مع السلامه شكرا الاصدقاء مع السلامه شكرا لكم التحيه اليكم من عند الله الاعلى يا ربي شافيهم وتعافيهم يا ربي تعمرهم باللي نواف في قلبهم أمين. وتغسلهم قلبهم مثل الاسي حيد من قلبهم أمين. وتغسلهم قلبهم كما تغسلت الحاجه البيضاء تولات كيف حل الثلج والله والله يجعل النقطه ديال تكون سوداء في القلوب يا ربي تمحيها من عندنا امين, أمين. وتعطيها لليهود امين حتى هما الله يديمهم يا ربي حتى هما الله يديهم لا الله يديهم والله لهم الله ربي الله يديهم سمعيني كما قلت لموها هذا كيهاجروا عاد من كيمشي هذا اللي كيهاجروا بشكل انا ولد اختي انا ولد اختي سمعني ولد اختي هو كيبقى يدير شي امور خايبه انا واحد ولد اختي دابا كان في اسبانيا من اسبانيا راه مشى حتى المانيا مشى حاجه من اسبانيا مشى المانيا ولد اخت فاطمه كتقرا الاخوات في الجامع ولدها الاخت اللي كتكون في الجامع ولدها مشى المانيا وحال الساعه دخلوه الطبيب وكيديرها الطبيب امي ربيعه كيديرها الطبيب وخدام يهبلهم تما وداير الفيديو وخدام يحماق فهمتي ولا واه يصلبوا داك الكامات ومحيح جايب له الماكله كيدير هاد الماكله ام ربيعه مخيره كيدير السرير السرير ديال المريض كيدير داك يعني الاجهزه هادو شكون هادو هما اليهود شتي اليهود كيدايرين راه اليهود كنصبحوا خوتنا كيهاجروا كيمشيو عندهم ناه كيعملوا لهم هكا باش يحيدوا من دين الاسلام ويوليو لدينهم عندك الحق والله الا عندك الحق كاملوا لهم هكا لا هادو كيعرفوا معنى حقوق الانسان وكانوا كيعرفوا حقوق الانسان كره هما سمعيني ماشي ديالنا ماشي ديالنا حنا هادو كيعرفوا حقوق الانسان كيعطيو الانسان الحق ديالو والحقوق ديال الله ايوا ما يصليو مشكله الله. مشكله ما كيعترفوش حتى بالوجود الاله ايوا نعم كلامك صحيح لا قدرياش هادو كيجلبوهم كلامك صحيح كلامك صحيح جلبوهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك قتلوهم لا تخليهم في الدنيا يا الله يا لا أمي بسمي لك اللي كيتحاربوا اللي كيحاربوا الدين ديالنا داك النص عندك الحق اللي كيحاربونا اما يعني دابا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم علينا نقتلوا الدمي المعاهد دابا ما تسمعيني ما عندناش حنا في المغرب كاين يهود عندنا في المغرب كيخدموا عندنا كيروجوا لنا البلاد
فهمتي كي يقولون التجاره وكي يقولون المصانع وبس تبعهم في دينهم. اسمعيني، عندنا يهود، عندنا نصارى، عندنا خدامين في بلادنا بس تبعهم في دينهم. اش كتفهمني؟ وكل يعني هادي المسلمين الاسلام يدير شي حاجه كيدير على قد جهده. الا جا شي واحد سعيد فهمتيني شي ام ربيع كيقول له سير سير كبير اكثر من ديالي. سمعيني وافهميني دابا، سمعيني، هذوك الناس هما الذين لا ملة، حنا عارفين هذه. بعدا عندهم حقوق الانسان. واش كتفهميني؟ انا نمشي كنجي عليهم وربي قالنا ولا نترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترى كلامك صحيح، ولكن هذوك الناس كيقدروا مع الناس كلمه حقوق الانسان كيقدروها. حنا عندنا هاد الظلم هنايا، عندنا هالقمع، عندنا هالحقره. مشيتي تخدم ما يديو لك. الله يا ودي. مشيتي عندهم في الدار كتنظف ما يديو لك شي، هما يعطيوك. نعم هما يعملوك، هما كيحضيوك وكيشوفوك شي. الله اكبر. الا جبرك اليد نظيفه عملوك هنا. كلام صحيح، كلام صحيح. هما والله انا جبرك اليد نظيفه كيرفدوك فوق الراس. انا بيدي كنت الناس كيقدروا الانسانيه، الناس كيقدروا الانسانيه، معناتها الانسانيه كيقدروها فهمتي. ولا تكون شكون ما كنتي. حنا حنا مرابع. سمعيني سمعيني مرابع، هذا عنده الفلوس مرحبا به، دوز دوز سيدي فلاني، دوز هو الاولاني. هذا عامل واد حميد، هذا عامل بلاصه صغير. سير يماك، سير يماك انت، سير سامك الزباله، سير يماك، سير يماك يماك. سير قال المجدوب. نعم المجدوب اللي مشى عندهم هكا مشى لهذيك المناسبه جراو عليه، جراو عليه واخا خلى الحويجات هكا كاينه عليه ولبس لك غير الخير. اه هاي اهلا بالشري وزيد زيد 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 ملي جات الماكلة حط الطباسل عمل لك ديك الحويجات هكا. قالكم لا قالكم بقى كيدندلو. لا طلع المزيانين وحط القباح وقفض عليه حتى لسا ونص وخلى غير ديك المسخين. لا ام ربيعة قال له هادو هما اللي سمعوني. لا هذاك الكوم ديالك القوي ميجا اللي دخل بها دندلو دندلو كيقول لك هولي القوي ميجا هادشي غير ليك جا. واش فهمتيني؟ زعما ما كانتش القوي ميجا ما تشوف هاد الخير هذا. كيقول القوي ميجا الحبيبة ديالي كولي كولي وكيديرها في الطوسيلة هيدا. ايوا قالوا كوني قوي مش هادشي غير ليك جا. مشكل كلام صحيح عمرو، كلام صح. هادشي حنا اللي عندنا في البلاد السعيده، ملي ما يبقاش هادشي هذا غادي نترقاو ونمشيو بعيد. يولي الامن ويولي الامان ويولي الخير ويولي البركه قد ما قدر الله. نعم سبحان الله العظيم قد ما قدر الله. يلا مربع على نطولوا. يلا السلام عليكم. الله يديك السوال الخير، الله يديك السوال الخير، والله يضرب الظالمين بالظالمين، والله يخرجنا من بين ايديهم سالمين. بعد باش نقضيو عليهم ونختموا كلامنا بحسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.